السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا معنا طريقة سهلة اليوم، خفيفة وسريعة. عندنا سلك كهرباء ممدود جاهز لعدد من اللمبات في مكان عندي فاضي، حبيت أزيد فيه لمبة ومكان ما كان فيه لمبة، فحبيت أني أصور لكم الطريقة وأنا بشتغل على أساس إيش يكون عندكم خلفية وتعم الفائدة على الجميع، ويرجع الفيديو بالفائدة لنا ولكم وللأجيال الجاية إن شاء الله. طبعا السلك زي ما هو مبروم، طبعا نشيل الغطاء اللي مغطي السلكين اللي بالداخل زي ما كنا مفصلهم أول على أساس نركبهم في أكواع اللمبات. يطلع معانا سلكين زي ما أنتم شايفين، نجرح السلكين هذي على أساس يطلع معانا النحاس، ويصير سهل تركيب اسلاك اللمبة على السلك النحاس اللي في السلك حق الكهرباء زي ما انتم شايفين بكل هداوة مع المشرط هذا، لان راعي جروح وراعي خدشات على طول ما يرحم، فتكون مدقق وحريص. طبعا الاضاءة كانت سيئة لحسن الحظ على وقت تقريبا مغرب، لكن ان شاء الله بالمقطع الجاي حفتح الفلاش اساس يوضح معانا كيف طريقة الربط وكيف طريقة انه نوصل هذه في هذه. طبعا انتهينا من واحدة على اساس بس الانارة كانت عندنا ضعيفة، فربطنا واحدة وشرطنا على اساس يكون معانا الشغل جاهز. هذه الثانية نبدأ نربط السلك اللي طالع من اللمبة في السلك في احد السلكين اللي كانت موجودة داخل السلك الابيض هذا اللي هو الاساسي اللي هو مولد الكهرباء للمبة. نتأكد من انه بعد التوصيل شرطنة الاسلاك مع بعض، قبلها تشرطن كل سلك الحالة وتفصل السلك هذا عن هذا بشطرطون منفرد الحالة، فاهمين؟ وبعدها تشرطنها كلها على اساس ما يدخل عليها موية ولا يدخل عليها شيء او ماس. تأكد انك ايش مغطي كل الاماكن، اذا تأكدت من التغطية تأكدت من سلامتها. نبدأ نجرب الحين، احنا في المغرب حيأذن علينا المغرب وحنشوف كيف حتشتغل معنا. هذه هي الحمد لله شغالة زي ما انتم شايفين، هذه اللي كانت من اول راكبة وهذه الجديدة وهذه اللي هناك من شغلي الآن اللي اشتغلته. فزدت اللمبتين هذه في وقت ما يقارب حوالي نصف ساعة، خلصنا الشغل ولله الحمد. لا تنسوا